مساء الخير. في البداية أحب أعرفكم بنفسي. أنا اسمي إيميل جوزيف، أنا مدير عام الأسيت لايبيليتي مانجمنت ببنك مصر. الأسيت لايبيليتي مانجمنت بقى الهدف الرئيسي بتاعه، أو هو الهدف الرئيسي بتاعه بالفعل، هو اللي بيحدد الدايركشن البنوك تشتغل إزاي، البنوك تشتغل لونج، البنوك تشتغل شورت، البنوك تشتغل فيكسد، البنوك تشتغل فلوتينج. في تفاصيل كتير في الاسيت لايبيليتي مانجمنت من خلالها لو تمت طبعا هي بتدرق البنوك ان هي تتعرض لمخاطر كبيره، وكمان ان هي ممكن تخلي البنوك تقتنص فرص استثماريه عمرها ما تكون متاحه ليها من غير توصيه الاصول، اداره الاصول والخصوم. الاسيت اند لايبيليتي مانجمنت الحقيقه ما بيوجهش لناس معينه داخل البنك، يعني مش ينصرف لذهننا ان الاي ال ام دوا مختص للاي ال ام بس، لا، الحقيقه الاي ال ام دوا مهم جدا يكون متاح لكل فرد من افراد البانكينج سيستم او البنك فيلد. لازم يكون فهمه طبعا اساسي، طبعا اللي شغالين في الاسيت لايبيليتي مانجمنت لازم يكون فهمه التريجر نفسهم، كمان كل لاين اوف بزنس لازم يكون فاهم يعني اسيت اند لايبيليتي مانجمنت، لازم يكون الكريدت فاهمه، لازم يكون الريتيل فاهمه، لازم يكون الاستمك برودكت فاهمه، لازم يكون الانفستمنت فاهمه، لازم يكون فاهمين ايه هو اساسيات الاسيت اند لايبيليتي مانجمنت. السبب في كده ايه؟ ان طبعا لو اداره الاصول والخصوم ادت توصيه معينه، المفروض اللي بينفذ التوصيه دي اي لاين اوف بزنس هو اللي بينفذها، فلو لو اللاين اوف بزنس مش فاهم التوصيه ومش فاهم هو بيعملها ايه، الحقيقة ما بيكونش فيه فعالية خالص في تنفيذ التوصية، او ان هي بتتنفذ بطريقة خطأ. هل الـ ALM هو مهم لكل فرد في المؤسسة؟ هل هو بيوجه لليفل معين؟ هل هو بيوجه للسينيور، للجينيور، للميدل مانجمنت، للهاي مانجمنت؟ هو مهم جدا لجميع الليفلز، سواء الليفل على مستوى الجينيور او السينيور او الميدل مانجمنت او الهاي مانجمنت. لان عايز اقول لكم حاجه، ان بدون دعم الاداره العليا للاي ال ام، الاي ال ام عمرها ما هتكون سبورت اللاين اوف بزنس، او ان هي هتؤدي الوظيفه اللي منوطه بيها. لان بدون اقتناع الاداره العليا ان الاي ال ام دي حاجه مهمه جدا، عمرها ما تقدر توفر لها السبورت المهم، عمرها ما تقدر توفر لها البيئه المناسبه ان هي تشتغل فيها. احنا الحقيقة في بنك مصر، عشان ما بمدحش في البنك عشان انا شغال او ابن بنك مصر، لا، بنك مصر احنا يوم لما ابتدينا الاسيت اند لايبيليتي مانجمنت في 2015 كانت الادارة مقتنعة جدا لازم وجود الادارة دي، اي مش اقتناعها نتيجة ان البنك المركزي فارض علينا او ده احد متطلبات بازل، لا، اقتناعها ان الاسيت اند لايبيليتي مانجمنت دي الصيحة الجديدة اللي تقدر تدرق البنك لمخاطر جديدة، او ان هي تقدر تمانج اي بوزيشن موجود بأكثر فعالية وكفاءة، وممكن طبعا ان هي تزود او تعمل انكريز لحاجة اسمها نت انترست مارجن للبنوك، ودي حاجة مهمة جدا للبنوك بيبصوا عليها. فاللي انا عايز اقوله ان احنا خلال الفترة اللي جاية لازم يكون كل بنك من البنوك بيطبق مفهوم الاسيت لايبيليتي مانجمنت، ويكون عنده ادارة منفصلة ليها، ويكون واخدة دعم الإدارة العليا علشان تقدر تأدي الوظائف بتاعتها بأكثر فاعلية. طيب، في مدارس كتير إن الأسيت لايبيليتي مانجمنت تكون ريبورتنج لمين؟ في مدرسة بتقول إن الأسيت لايبيليتي مانجمنت ممكن تكون تبع التريجري، وفي مدرسة بتقول إن الأسيت لايبيليتي مانجمنت تكون تبع الريسك، وفي مدرسة بتقول إن الأسيت لايبيليتي مانجمنت تكون تبع للألكو. الحقيقة هي كلها مدارس مختلفة، ولكن اتضح ان البيست براكتس ان الاسيت لايبيليتي مانجمنت تكون ريبورتنج مباشره للتريجري. ليه؟ لان الاسيت لايبيليتي مانجمنت والتريجري هما وجهين لعمله واحده، بمعنى ان انا النهارده لو مش فاهم تريجري عمر ما القائم على الاسيت لايبيليتي مانجمنت ان هو هيدي التوصيه المناسبه. عشان كده بنقول ان دايما او بيفضل ان الهيد بتاع الاسيت لايبيليتي مانجمنت يكون اكسبيرينس بتاعته عنده خلفيه للتريجر كويسه جدا، وخلفيه على مجال الايكونومكس كويسه جدا. التوبيك بتاعنا هيحتوي على ايه خلال الفتره القادمه؟ هيكون بيحتوي على ثلاث اجزاء اساسيه. الجزء الاولاني خلفيه اساسيه عن الاقتصاد، هنتكلم على الاقتصاد سبيشالي على المونيتري بوليسي وعلى الفيزيكال بوليسي، السياسه النقديه والسياسه الماليه والادوات اللي متاحه لكل سياسه ان هي تشتغل بيها، ازاي ان انا استخدم الادوات بتاعتي سواء السياسه النقديه او السياسه الماليه ان انا استخدمها في ضوء السياسات المختلفه
مثلا لو سياسة توسعية أو سياسة انكماشية، وإزاي الفعالية تكون متاحة إن السياسة النقدية والسياسة المالية الاتنين يمشوا مع بعض في مسار واحد، ما يكونش كل واحد ماشي في مسار مختلف أو بيطبق حاجة تحقق مصلحة بدون عن تحقيق المصلحة أو الهدف النهائي للسياستين، اللي هو إيه؟ اللي هو تحقيق الاستقرار في مستويات العمل الأسعار ومواجهة طبعا إيه التضخم اللي موجود في السوق. تاني حاجة ان احنا نتكلم على البنش مارك طبعا هنتكلم عليه، سواء عملة محلية او عملة اجنبية. الجزء التاني من التوبيك بتاعنا هنتكلم على التريجري اكتيفيتيز، اللي هو الانشطة بتاعة التريجري بكافة تفاصيلها، ولكن احنا مش هنتكلم على تفاصيل خاصة بعملية التريدر نفسها، لا احنا هنتكلم على تفاصيل خاصة بالاكتيفيتي بتاعة التريجري شغال ازاي، وهو بيحقق ارباحه ازاي، وان هو بيعمل تريد ازاي. في حاجات كتير هنتكلم عليها، وكل ديسك من ديسكات التريجري شغالة ازاي، ونربط كل شغل التريجري ببعض. التوبيك الاخير اللي هو الاسيت اند ليبيليتي مانجمنت، هنتكلم على ثلاث محاور اساسيه للاسيت اند ليبيليتي مانجمنت. هنتكلم ازاي تو مانج البوزيشن بتاع الليكويديتي، وازاي تو مانج البوزيشن بتاع البرايسنج جاب، وازاي تو مانج البوزيشن بتاع الاف اكس. وطبعا زي ما قلت لكم ان علشان اقدر افهم اسيت ليبيليتي مانجمنت كويس وازاي امانج البوزيشن بتاعي، لازم اكون فاهم التيرمينولوجي كويس جدا بتاعه الايه بتاعه التريجري.